ويا هلا ويا مرحبا بالجميع. اليوم بعطيكم فكرة أو معلومة عن الحساس هذا. أنا أسميه الحساس الندس، الحساس الخبيث. هذا هو اللي يشفط البنزين حق سيارتك وانت ما تدري. من أسباب أو من علامات أنه عطلان عندك، أول حاجة تولع لما تتشكل الماكينة، وثاني حاجة تصير السيارة تكتم بالدعسة ما تستجيب أكثر الأوقات. والأفضل أنك تفحص الكمبيوتر، لأنه راح يبين بالكمبيوتر، راح يطلع أكسجين سنسر. في بعض سيارات يجي لها 4 حساسات، وسيارات 6 سلندر و8 سلندر يجي لها 4 حساسات، والسيارات 4 سلندر يجي لها 2. أغلب اللي يتعطل فيه اللي من عند الماكينة، طبعا هذا اللي راح يعلمك بالعطل هو اللي يسوي لك فحص كمبيوتر. فزي ما قلنا، انتبهوا يا جماعة على حساس الأكسجين، يجي بالطريقة هذه يركب بالشكمان، هو أكثر واحد يشفط البنزين اللي عندك وانت ما تدري. انتبهوا منه، أنا أسميها الحساس الندس، الحساس الخبيث، وأغلب السيارات دائما يتعطل فيهن. حياكم الله، تحياتي.